يا ساحرة تعالي يا ساحرة، احنا عايزينك يا ساحرة، عايزينك. عايزين ايه يا اصحابي؟ عايزينك تساعدينا نختار بين. يا سلام، الموضوع ده سهل جدا، ايه رأيكم تكونوا مغنيين؟ ايوه طبعا عايزين نبقى مغنيين. حاضر، انا هخليك دلوقتي تبقوا مغنيين. ابراكادابرا. بس يا مالك، احنا عايزين نغير المهنة دي. ماشي يا مرام، يا ساحرة اختارت لي اي مهنة تانية. طب ايه رأيك يا مرام احولك رسامة؟ ايوه طبعا، يلا حولينا. عبرك دبرة. دلوقتي يا مالك انت هتقعد هنا ما تتحرك، علشان انا ارسم لك احلى صورة انت شفتهاش في حياتك. دلوقتي انا هبدأ ارسم لوكي، هتشوفوا احلى رسمة في حياتكم. بس انا كده خلصت ورسمت لك، ايه رايكم يا اصدقائي؟ ايه رايك يا ريكو في الرسمه اللي انا رسمتها دي؟ ده مش انا. طب يلا بينا نروح للساحره. غيرنا المهنه دي، مش عايزين نبقى رسامين. انا هحولك لمدرسة يا مروه. ابراكادابرا، ايه رايك يا استاذه في الحل اللي انا حليته؟ ايه ده، هو انت حللهم كلهم كده صح؟ اه. طب وعشان انت حللهم كلهم صح، انا بقى ايه هعاقبك وهخليك تسقط في الماده بتاعتي. ليه يعني؟ ليه؟ ده ظلم، انت ما تنفعش مدرسه اساسا. لازم الحاجة اللي انتوا بتحبوها تتعلموها، علشان لما تكبروا تبقوا شاطرين فيها.